مثلا هذا اكزامبل 10 6 عندي A تساوي صفر 20.6 10 هلا هون يمكن الغلط شوي بهذا السؤال انه هو هذا اصلا unstable. خلينا نطلع عليه نشوف انه stable او unstable السيستم الاصلي. كيف بدي اعرف انه stable او unstable؟ SI minus A SI minus A بتساوي S minus 20.6 minus 1 و S شيء نطلع الديترمنت تبعت هاي فبيساوي عندي S square minus plus شيء وهاي هلا بدها تساوي 0 بصير S square بتساوي 20.6 فاس بتساوي بلس ماينس 20.6 اذا هذا السيستم انستيبل لانه في بول واحد موجود على المنطقه هون بهذا الشكل. هلا هو لما حلل هذا المثال هلا هو زي ما حكيت لكم هو المفروض اني اعمل الكنترولر لانه هدفي اني اعمله وبعدين اخذ السيستم اسرع بالنسبه للكنترولر بس هو هون حال المثال في نايس مباشره بطلعه فاخذا بعين الاعتبار اللي حكيت لكم اياه بشوي بدنا بس نتجاوزه بس حتى نكمل نحل هذا السؤال. اذا عندي هون هو طالب البول زي ما يعني بدنا نعمل اوبزرفر يكون 10 راد بير سكند. كمان في خطوره في الماتلاب اذا عملنا مالتيبليسيتي اوف بولز البليس كوماند اظن ما بيشتغل. اوكي تنتبهوا اذا دخلت على الماتلاب واعطيته البولز متذكرين الكوماند ايش كان البليس كوماند؟ place A B P P هم desired poles. هذا الكوماند اظن فيه مشكله اذا اعطيته repeated poles هون ما بيعرفش يكمل بيعرفش يحل لسبب معين بس احنا هلا هون رح نكمل من هون بهذا الحال. طيب اول شيء ناخذ نشوف هل السيستم فولي ستيت اوبزرفبل مش هيك؟ المفروض اصلا نعمله هذا مش لازم نعمله بالكنترولابيلتي ونعمله بالاوبزرفبيلتي. طيب نطلع اذا الاوبزرفبيلتي ماتريكس، الاوبزرفبيلتي ماتريكس بدي ابدا بالسي، هاي عندي سي بتساوي 0 1، ايش بدي كمان؟ سي اي فراح نضرب عندي 0 1 مضروبه في اي وهي عندي 20.6 1 و0 فبصير عندي هاي بتعطيني 1 وهاي بتعطيني 0 0 فبتصير الاوبزرفبيلتي ماتريكس بتساوي سي سي اي 0 1 1 قديش الرانك تبعها؟ 2 تمام الديترمنت تبع ان بيساوي 0 ناقص ناقص 1 مش هيك؟ هذا لا يساوي 0 اذا الرانك يساوي 2 اذا السيستم از تمام فولي ستيت اوبزرفبل اذا بقدر ابني له اوبزرفبل اوكي